اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في القمه 117 غدا ان شاء الله 30 مارس في تمام الساعه 7 ستنطلق القمه 117. النهارده بقى هنتكلم فنان وهنتكلم ذكريات، هنتكلم في حاجات كتيره جدا. احنا موجودين مع حضراتكم لغايه الساعه 1. دلوقتي هنتكلم عن زي ما قلت لحضراتكم عن القمه 117 من الناحيه الفنيه بقى وذكريات نجومنا الكبيره اللي موجوده معانا النهارده، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتننا؟ مشرف ومنور. اخبار حضرتك ايه؟ ان شاء الله نهنيك ان شاء الله، يا رب نهني بعض بكره ان شاء الله. ايضا النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتننا؟ مشرف ومنور. ده نورك يا ابو كابتن. الله يخليك. الله يبارك فيك. ربنا يخليك يا كابتن. الله نورك. الله يخليك. النجم الكبير ايضا كابتن ماهر همام. ازيك كابتن؟ كابتن سلام اهلا بيك، ربنا يخليك يا رب. دايما مشرفينا ومنورينا ودايما بنبقى سعداء الحقيقه دايما لما بنلاقي حضراتكم موجودين معانا هنا في الاستوديو. بنفتكر ايام جميله جدا، وهو ماضي زي ما دايما الكابتن فتحي بيقول ان هو ماضي وذكريات، ولكن في النهايه من ليس له ماضي ليس له مستقبل. وبالتالي حضراتكم اساتذه كبار بتتكلموا في المستقبل وهتتكلموا وهنتكلم في الفنيات وكل هذه الامور، ولكن كابتن عادل عايز ابدا مع حضرتك. تفتكر ايه؟ يعني بكره مباراه مهمه، مباراه صعبه وكل حاجه، طبعا عدى عليك كمدير فني وكلاعب حاجات من دي كتير، فكرنا شويه بالامور دي. ناخد بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد الاول الجزء اللي انت ابتديت فيه الحلقه وهو عمليه التعصب. انا حضرت فتره كنا دايما طبعا رئيس نادي الزمالك كان محمد حسن حرمي المرحوم حسن حرمي، وكان كابتن عبده صالح، وكان دايما يحصل كابتن عبده النادي الاهلي يحصل منتخب اهلي وزمالك تلاعب فرق جايه من اوروبا، تلاعب المانيا تلاعب روسيا تلاعب جورجيا، وكانوا يقعدوا انت الشوط الاولاني انت 5 وانت 6، الشوط الثاني انت 6 وانت 5 و5. انما ما فيش خلاف انه الجمهورين قاعدين مع بعض، وكانت الروح الجميلة، مفيش أي مشاكل، مفيش أي هتافات. نعم. أقصى حاجة كانت ممكن تتعمل السقفة المميز بيها النادي الأهلي كانت 5 سقفات. سقفة 2 3، ده أول ما اللعيبة 6 يعني؟ لا 5. أول ما اللعيبة تسمع السقفات ديت تحس إن فيه الجمهور بيقول لك اصحى، إحنا بنكسب في الدقيقة دايماً في الدقايق الأخرانية. دي حتة بس إيه علشان نذكر الجمهور. الجزء الثاني زي ما احنا بنقول الكرة خلقت للمتعة مش للتنافس الغير شريف او للتعصب. دي حاجة مهمة جدا لازم الناس كلها تبقى عارفاها، وده اللي اعتقد لسارتي بيوجهه للعيبة بكرة، بيحط خطوط عريضة ثم بيدي لهم توجيهات. متع الناس ومتع جمهور مصر كله والعالم العربي كله، بل ويعني وكل الناس المصريين الموجودين في كل العالم، متعوهم باداء جماعي ممتع. انا بدي لك خطوط عريضه ثم بدي لك الفرصه انك انت تمتع الناس من خلال الاداء الجماعي. ما فيش شك ان الذكريات كلها كانت بفضل الله لصالح النادي الاهلي. دايما الانتصارات ودايما الاهداف، دايما اهداف النادي الاهلي في الحصيه اللي احنا عارفينها، دايما النادي الاهلي معظم اهدافه بتيجي في اخر ربع ساعه. نعم. او اخر ثلث ساعه. وكذلك طول المباراة بتبقى الأهداف من بدايتها، من وسط الشوط الأولاني، آخر الشوط الأولاني، أول الشوط الثاني، وهكذا. نعم. معناها إيه؟ معناها إن لعيبة النادي الأهلي دايما في نهاية المباراة بيبقوا في قمة تركيزهم. الحاجة الثانية واللي يعني دايما بيتميز بيها النادي الأهلي على مدى أجياله، بينزل المباراة دي في ثقة وفي هدوء. ثقة وهدوء، عارف قيمته وعارف انه نازل لهدف معين، وعارف ان جمهوره عريض جدا، وعارف انه هو موجود في الملعب علشان يمتع هذا الجمهور وعلشان يسعده، ودي حاجه ما فيهاش فيها خلاف. الحاجه الثانيه واللي انت برضو تطرقت ليها، 60% من لعيبه الزمالك اللي موجودين بكره تقريبا اول مره اللي هيشارك منهم، اول مره يشارك في مباراه من مباريات زي دي، بعكس النادي الاهلي. النادي الاهلي 20% فقط اللي هم مش داخلين اول مره يشاركوا، اذا حد منهم اذا حد منهم ابتدى في التشكيل. المباراه دي اذا ممكن نشرك حسام عاشور بس لوحده؟
لا طبعا لا 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 يعني يلعب في وسط الملعب وبعدين يروح يلعب باك رايت شويه ويروح 37 ده كتير قوي بسم الله ما شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب لكن انا بقول كده يعني 37 نحط شويه باك رايت وشويه باك ليفت وشويه في نص يعني ممكن 37 بسم الله ما شاء الله زي دايما انا بمثله بالالماظه بالالماظه كده لانه هذا اللاعب مثال لاجيال كتيره جدا طالعه وحتى الناس اللي موجودين دلوقتي بيدي لهم معنى ان النادي الاهلي بيحافظ قوي على اولاده وكابتن فرقه لو تشوفوا بيعمل ايه خارج المستطيل الاخضر صح. من معنويات في المعسكر حتى لو مش موجود بيبقى موجود في المدرج او موجود مع اللعيبه في اوضه اللبس طبعا الامور الفنيه ممكن نتكلم فيها بعد ما الزملاء ياخدوا ولا انا ممكن اكمل في الامور الفنيه اكمل. لا الامور الفنيه لسه شويه طيب اتكلم في الامور الفنيه في وقتها كابتن فتحي يعني اهم الامور اللي او ابرز المواقف اللي حضرتك كنت سواء بتلعب او كمدير فني بالنسبه لك في مثل هذه المباريات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المباريات دي يعني اهلي زمالك احنا بنقول انها بطوله خاصه نعم لكن مش عايزين نقول انها بطوله خاصه انها يعني ان اللي يكسب خد بطوله يعني بالزبط. بكره اللي هيكسب مش هياخد بطوله مش هياخد البطوله هي بطوله خاصه لكن مش هياخد الدوري واللي هيخسر مش هيخسر الدوري الله ينور عليك فدي عشان دي ثلاث نقط ده بسم الله الرحمن الرحيم كده عشان يبقى كلنا متفقين بس دول الثلاث نقاط الثلاث نقاط دول اللي هتاخدهم هم دول انت عندك لعبت قبل كده لو نقول لعبنا 107 يعني خلينا ايه نقرب شويه انت جبت الهيستوري او التاريخ بتاع اللعيبه طب ما نجيب شويه ارقام وتعرفنا الطريق او خريطه الطريق لنا عشان تطمننا احنا ماشيين ازاي مع احترامي للارقام دي ان الارقام دي ممكن انها ما تدلش على الواقع اللي احنا فيه لكن تعرفنا احنا ماشيين فين يعني زي ما يكون عندك بوصله وانت في البحر وتايه احنا بنقول يعني دي المباراه رقم 117 او القمه رقم 117 يعني معنى كده ان احنا لعبنا 116 مباراه قبل كده لو شفنا في ال 117 مباراه اللي اتلعبوا دول هنلاقي ان الاهلي كسب منهم 43 والزمالك كسب منهم 26 يعني الاهلي كسب 43 الزمالك كسب 26 اتعادلوا مع بعض 47 اذا ده مقياس للمستوى في خلال ال 117 مباراه نعم لو نرجع لاخر 11 سنه اخر 11 سنه احنا لعبنا 17 مباراة في ال 17 مباراة نادي الاهلي كسبان في ال 17 مباراة نادي الزمالك كسبان مباراة واحدة في اخر 17 مباراة في اخر 17 مباراة نعم تعادل 7 مكسب 9 ونادي الزمالك كسبان مباراة واحدة في اخر 17 في اخر 11 سنة نعم. اللي اتعملوا في اخر 17 مباراه نعم. فده برضو رقم بيدلنا على حاجه نعم. طيب ناخد رقم تاني اتفضل الاهلي من يوم ما بدا الدوري السنه دي بدانا في اغسطس مظبوط لاعبين لغايه دلوقتي 47 مباراه وبكره هتكون المباراه رقم 48 48 نادي الزمالك لاعب 39 مباراه وبكره هتكون المباراه رقم 40 اللي زود 39 وبكره ال 40 اللي زود عدد المباريات دي لنادي الزمالك ان عنده الكونفدراليه لما لعب دخل في المجموعه، الاهلي ما لعبش في المجموعه لانه وصل على طول. نعم. لكن دي بتدلنا ان في فرق بينهم 8 مباريات. طب الثمان مباريات اكتر لنادي الاهلي. النادي الاهلي لعب 8 مباريات، اذا لعب النادي الاهلي اجهد اكتر ده غير لعيبه المنتخب. يعني لعيبه المنتخب هنقول الاهلي والزمالك زي بعض. مظبوط. فعشان كده ما حسبتهاش، لكن دي الحسبه ان في 8 مباريات زياده للنادي الاهلي عن نادي الزمالك معنى ان 8 مباريات زياده يعني اذا الثمان مباريات مش قليلين ده الثمان مباريات يعني 720 دقيقه 720 دقيقه برده مش قليله في الكوره او نقول بيتلعبوا لو لعبنا كل اسبوع مباراه يبقى كانك لعبت شهرين بتلعب زياده والفرقه الثانيه مريحه اذا الحمله على لعيبه النادي الاهلي كانت اكتر فدي برده ارقام بتدل لنا رقم ثاني برده بيقول لنا اقوى خط هجوم من خلال الدوري ده هو نادي الزمالك ارقامه اللي بتقول دي ذكريات يا كابتن معنى ما بقولش ذكريات احنا بنقول الارقام احنا بنقول الارقام اقوى خط دفاع الاهلي في ال 22 مباراه ماشي يعني في 22 مباراه اقوى خط دفاع طيب
ازاي الدفاع القوي هو اللي هيدينا والتاني اقوى خط هجوم. طب دي تدلنا على ايه؟ تدلنا على ان كره القدم، كره القدم الفرقه الملتزمه دفاعيا وليس الفرقه اللي بتلعب دفاعيا. الملتزم دفاعي هم ال 11 لاعب ملتزمين دفاعيا، ال 11 مش حارس المرمى، مش خط الظهر، مش وسط الملعب، مش السنتر باك، مش راجل متوسط الدفاع، لا ال 11 لاعب الالتزام وقت فقدان الكوره عند النادي الاهلي اعلى من النادي الزمالك، بدليل ان قله الاهداف اللي النادي الاهلي بيستقبلها. طيب وبالتالي بيكسب. طب نقول بالنسبه لنادي الزمالك بيسجل اهداف لكن بيخش فيه اهداف كتير. اذا قل دي هتبقى نقطه ضعف بالنسبه لفرقه نادي الزمالك، ما يقدرش يغيرها في يوم وليله، ما يقدرش يغير الطريقه ولا يغير الخطه، لان دي سمه بقت اصبحت على اللعيبه. فدي حاجه ايجابيه هتكون للنادي الاهلي. دي ارقام يعني انا حبيت بس ايه نبدا بيها كده ك يعني نقول فتح شهيه للقعده اللي احنا هنعمل فيها ونسيب الكابتن ماهر بقى. كابتن ماهر الفرق بقى بين الاجواء حاليا وزمان، حضرتك ياما لعبت مباريات الاهلي وزمالك سواء ناشئين او كبار او صغيرين او يعني عموما بشكل عام، انت طول عمرك في النادي الاهلي من وانت صغير لغايه لما بطلت يعني. الاجواء الفرق ما بين الاجواء ايه؟ وقول لنا برضو اهم الذكريات بالنسبه لك ايه؟ بص طب بعد ما الكابتن عادل والكابتن فتحي اتكلموا على احصائيات انا هكلمك بقى كاجواء كلاعب. عشت بقى مباراه القمه دي اكتر من 30 مره، وبعدين بعد كده عشت اجواء القمه دي اكتر من 10 15 مره كمدرب. لو هنرجع لزمن جيل السبعينات يا اسلام، يعني الجيل الموهوب اللي كان فيه الاهلي والزمالك، يمكن كان فيهم عناصر. النادي الاهلي كان عنده حوالي 11 لعيب دولي، النادي الزمالك كان عنده 7 8 لعيبه دوليين، اسماء طبعا كلها من اكرامي لثابت البطل لحراسه المرمى، 4 خط الظهر كابتن احمد فتحي، كابتن فتحي مبروك، احمد عبد الباقي، كابتن حسن حمدي، كابتن مصطفى يونس. انا كنت يعني بشارك وانا صغير تحت 19 سنه كاحتياطي ليهم، وبعد كده بعد اعتزال الكابتن حسن حمدي انضميت لخط ده. في 3 نص ملعب موجودين، الكابتن جمال عبد العظيم، الكابتن طاهر الشيخ، كابتن صالح، كابتن صفر 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 حليم، كابتن مصطفى، محمود الخطيب، مصطفى عبده، زيزو، مختار. كل دول كانوا لعيبه دوليين يا اسلام. شريف شريف عبد المنعم، بعد كده المجموعه اللي اضافت لينا شريف عبد المنعم، جمال عبد الحميد، اساطير يعني صراحه يعني. الناحيه الثانيه كان في كابتن حسن شحاته، فاروق جعفر، ابراهيم يوسف، عادل المامور، طه بصري، الخواجه، لعيبه، محمد صلاح، لعيبه طبعا اسماء كبيره جدا على اعلى مستوى، وكانوا بيعتبروا من كنتوا بتتخانقوا مع بعض كتير برضه يا كابتن ولا لا؟ هقول لك بقى يعني في مباراه القمه دي بالذات، لان المجموعه دي والمجموعه دي كانوا لعيبه موجودين في المنتخب القومي الاساسي، فاللعيبه دي كلها موجوده في المعسكر طول السنه. قول يا كابتن الكلام ده عشان الناس اللي طالعه تقول اصل بيتخانقوا، لا 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 ما فيش، احنا اكتر من اخوات. انا اقول لك يعني حاجه كابتن اسلام، انت عندك اصدقاء من لعيبه الاهلي من لعيبه الزمالك قد ايه؟ طبعا طبعا، يعني اقول لك حاجه من ضمن الحاجات، انا وابراهيم يوسف قعدنا 5 6 سنين موجودين في اوضه واحده في منتخب مصر في مباراه القمه. طبعا كم مره كابتن؟ هو جايبتك كم مره؟ كتير، يمكن مثلا احمد حليم ربنا يديله الصحه كمان من ضمن الناس اللي عشنا مع بعض معسكرات، يمكن من مراحل الشباب وبعدين المنتخب الاولمبي وبعدين المنتخب الاول. الكابتن حسن شحاته كان ليا الشرف ان الكابتن حسن شحاته ابقى موجود معاه غرفه واحده. الكابتن حسن شحاته كان بيطلب، يمكن كان الكابتن حسن شحاته لما بنعسكر كان محمد صلاح بيبقى موجود معاه، فاقول لمحمد صلاح شيل شنطتك وامشي. بالظبط كده، شوف الموضوع تاني ومهر امام موجود. اتفضلوا بس اسمعوا الكلام ده يا جماعه، الكلام ده مهم جدا. سيبك من التعصب وسيبك من الكلام اللي بيتقال والكلام اللي بيتعمل، الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده حاجات موثقه، مش كلام اي كلام بيتقال، اي كلام بيتقال وخلاص، لا ده كلام موثق وكلام من ناس اهلاويه ابا عن جد، عارفين يعني ايه اسم نادي الاهلي وعارفين يعني ايه اسم نادي الزمالك برضو. الكلام اللي بيتقال ده كله واللي بيثار حول هذه المباراه، طبعا التنافس موجود وكل حاجه موجوده، لكن في النهايه تظل العلاقه ما بيننا، كنا بنمسك بعض في الملعب. مش عايز اقول لكم بنعمل ايه، انا والاجيال كلها الحقيقه بنمسك بعض، بنموت نفسنا اهلي وزمالك. كان بعد الماتش انتهى الدنيا كويسه وزي الفل وكل حاجه تمام. وفي حته كمان يا اسلام بالنسبه للجمهور حتى كمان، يعني جمهورنا الاهلي بينزل يحيي الاهلي ثم يحيي الزمالك،
الزمالك صعبه شويه دلوقتي. يعني صعبه هتلاقيها النقطه كمان. اللي عايزين يعني نداء لجمهور الفرقتين لما كان بيحصل ناس بتخرج عن المألوف في المدرجات، كان الكابتن حسن شحاته بياخد ايد الكابتن محمود الخطيب بيروح لجمهور الزمالك الاول واخد بالك بيحييهم، وبعدين بيروح لجمهور الاهلي بيحييهم، فيحصل نوع من الهدوء والنوع. تخيل بقى يا كابتن احنا وصلنا لنقطه وبرضه حضراتكم تشاركونا فيها ان احنا مش عايزين هذه المثاليه، يعني بتحصل او عايزينها طبعا تحصل، لكن حتى المثاليه دي احنا مش عايزينها، عايزين كل واحد يخليه في فريقه. يعني انا كل واحد يتكلم عن نفسه. كل واحد يتكلم عن نفسه. انا بشجع الزمالك اشجع الزمالك بالزبط. انا بشجع الاهلي اشجع الاهلي، انا اشجع الاسماعيلي اشجع الاسماعيلي، اشجع الاتحاد اشجع الاتحاد، اعمل اي حاجه. لكن بقى مش كل شويه اجيب حاجه من هنا وحاجه من الشرق وحاجه من الغرب وحاجه من فوق وحاجه من تحت وحاجه من الجنب اليمين وحاجه بقت صعبه جدا. قبل بس ما اتكلم لان ده مهم، كلام مهم جدا اللي حضراتكم بتقولوه. دكتور محمد العاد دايما بيفاجئني بصراحه، دايما بيفاجئني كده. دلوقتي سمير بيقول لي ايه، عشان طبعا احنا لسه موزعين المسابقه، انت عارف يا كابتن عادل، كابتن فتحي كابتن ماهر، جالنا 64,000 وشويه تعليق على موضوع سان داونز ده، فهو احنا عايزين برضو دايما نشارك الجمهور معانا. احنا عملنا ايه، ودكتور محمد دلوقتي برضو بيقول لي على الهوا ان احنا من خلال ملعب الاهلي خلال المباريات القادمه ان شاء الله، انا عايز حضراتكم تبعتوا لنا، حضرتك تلم مجموعه من اصحابك او انت لوحدك او مجموعه مع اصحابك اخواتك بتاع، وتعملوا فيديوهات تشجيع للنادي الاهلي، تشجيع للنادي الاهلي، واحسن خمس فيديوهات، احسن خمس فيديوهات ابعتوا لنا طبعا على صفحتنا على الفيسبوك، ابعتوا لنا صفحتنا على الفيسبوك وقولوا او ابعتوا كل هذه الفيديوهات على الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي اللي امام حضراتكم على الفيسبوك، وهنقول اداره القناه. طيب حاضر حاضر. و احسن خمس فيديوهات حضراتكم هتبقى، هنختار احسن خمس فيديوهات من انا متخيل مثلا هيجي قد ايه يا كابتن عادل؟ هيجي كام فيديو مثلا من وجهه نظرك؟ شوف، طالما تجربه التيشيرتات نجحت بالرقم ده اعتقد هتتضاعف. ايه رايك؟ هيبقى فيها صاحب الفكره مين دي؟ هتبقى تضاعف. نعم، اداره القناه، الجمهور، اداره الدكتور محمد العادل. لا الفنان، لما قلت على الجمهور، لما قلت نعملها للجمهور كلنا اتفقنا مع بعض. كنتوا انتوا لوحدكم يعني؟ طبعا. طب خلاص، مش انت. وبالتالي وبالتالي خمس فيديوهات زي ما قلت لحضراتكم هنختار. انا متخيل ان هيجي لنا عدد كبير جدا من الفيديوهات وحضرتك بتشجع النادي الاهلي، ممكن تكون رايح بالمناسبه اي مكان، قاعدين في قهوه انت واصحابك وبتاع، اعملوا لنا الفيديوهات دي وابعتوها لنا. مش اقل من 50,000. نعم، مش اقل من 50,000. يا نهار ابيض، ده هتبقى كتير قوي. طب انا قلت كده، هنشوف الرقم ده. مش اقل من 50,000؟ مش اقل من 50,000. طيب، وخصوصا بكره ان شاء الله لما ربنا يكرم النادي الاهلي، ال 50,000 دي ممكن تتضاعف. طيب، هنستنى الفيديوهات بتاعت حضراتكم، ابعتوا لنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، لان انا معايا تليفون مهم جدا 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 في هذا التوقيت. هنقول دلوقتي مع مين، لكن زي ما قلت لحضراتكم ابعتوا لنا وهنختار خمس فيديوهات. ايه الجائزه بقى؟ 10 تذاكر. 10 تذاكر موزعه عن كل فيديو هياخد تذكرتين. يعني هم خمس فيديوهات، كل فيديو اجمل خمس فيديوهات، كل فيديو هياخد تذكرتين يروح بيهم مباراه ان شاء الله، مباراه الاهلي وسان داونز اللي هتكون هنا ان شاء الله في مصر. طيب، مكالمه من المكالمات اللي حضراتكم هتحبوها جدا، وقد ايه هذا الرجل او هذا النجم الكبير الحقيقه اللي هيكون معانا، كابتن محمود ابو رجيله. كابتن محمود ابو رجيله هيكون معانا، هنتكلم في نفس الاطار. هذا الرجل الحقيقه كلنا اتعلمنا منه، كلنا عارفين قد ايه قيمته في نادي الزمالك وقيمته في مصر خلال الفتره اللي فاتت. فخلينا ناخد واحد من رموز نادي الزمالك، كابتن ابو رجيله. كابتن ابو رجيله، ازي حضرتك؟ كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ انت حبيبي، انت متنرفز ليه ومتعصب ليه؟ انا ولا متنرفز ولا ده حد يسمع صوتك ويتعصب يا كابتن ابو رجيله؟ الله يخليك، اهلا وضيوفك، بس كلكم عليا ولا ايه يعني؟ امال ايه، كلنا عليك النهارده. كابتن عادل طعيمه، كابتن فتحي نصير، كابتن ماهر عندك دي، ربنا يخليك يا كابتننا، ودايما منور ودايما موجود معانا. الله يخليك، ربنا يكرمنا في الخير ان شاء الله، ان شاء الله في بعض، ويبعد الشيطان وينسينا يا رب بحق جهنمي، وتبقى مباراه من احسن مباريات اتلعبت السنه دي باذن الله. شايفها ازاي المباراه بكره يا كابتن؟ ده اولا، ثانيا
عايز حضرتك تكلمنا عن علاقات التاريخيه ال 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 شويه الشطه اللي بيتعملوا كده في وسط وخاصه الموبايل دوت، يعني بقى حاجه مش معقوله يعني بدل التكنولوجيا اللي احنا نتعلم منها طلعت ناس كده وتكتب حاجات غريبه الشكل. احنا طول عمرنا يا كابتن اصدقاء، وطول عمرنا اخوات، وطول عمرنا بنتقابل في منتخب، وطول عمرنا بنتقابل في مناسبات، وطول عمرنا احنا وبعض يعني على اعلى مستوى. وانا عندي يعني تاريخ كبير جدا وانا بلعب وانا صغير في الناشئين، يعني انا اول في اول ما لعبت كوره وانا صغير في الناشئين اهلي والزمالك في ريع وفي السايس وفي مصطفى عبد الغالي الله يرحمه، كابتن مجموعه كبيره جدا من اللاعبين القدامى، واحنا كنا اصدقاء واحنا صغيرين لغايه لما كنا بنروح معسكرات مع بعضينا واحنا صغيرين. ايوه لما كبرنا كان لما نشوف كبارنا كانوا بيجوا نادي الاهل الزمالك زي كابتن احمد مكاوي ومحمد جندي وحلم ابو المعاطي، وكان كابتن حنف بسطان والكابتن عصام بهيج ورياكن وشريف الفار كانوا بيروحوا، وساعات كنا بنلعب في النادي الاهلي واحنا خارجين يمسكنا الكابتن طارق سليم او كابتن طه نقعد في النادي نتغدى او نتعشى، والعكس كان صح برضه بنفس الشكل عندنا في نادي الزمالك. نعم طول عمرنا انا فاكر مره يعني معلش يعني كان انا بلعب مباراه مع المرحوم الكابتن جوهر العظيم، وكان لازم المباراه دي لازم ناخد اكسب ناخد تعادلت 2-2 وخدت الدوري. مع بال لبسنا ورحنا النادي الزمالك كان مجلس اداره نادي الاهلي بقياده محمود حافظ تقريبا وامين بشعير وعبد الوهاب سليم والمجموعه الكبيره دي كلهم موجودين في اوضه الكابتن حلمي وقاعدين يتساوروا مع بعض ويباركونا. بعد منها باسبوع او ثلاثه اسبوعين او ثلاثه نفس الحاجه حصلت في النادي الاهلي كاس مصر، كلنا رحنا النادي الاهلي. انا بشوف ان احنا يعني ثلاث ارباع لعبتنا القديمه واللي لسه طالعين جداد يعني بنتقابل في منتخبات، بنتقابل مع بعضينا في 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 اي مكان، محترمين بعض وشبعانين جدا كوره وشبعانين ربنا جماهيريا وكل حاجه. ماتش كوره اهلي والزمالك ده سواء ده كسب او ده خسر او ده كسب وده خسر او طلع درون ده بيبقى تاريخ لاي لاعب، يعني لما انا العب والعب كويس والناس تسقف لي والجمهور مش عارف ايه تبص تلاقي هيفضل تاريخك كبير كبير كبير. وانا متهيألي كل الماتشات الكبيره اللي اتعملت ما حصلش بينا وبين بعضينا مشاكل. المشاكل الناس اللي بتحب يعني تحاول بقدر الامكان الناس تولع الموضوع، لكن انا شايف وحاسس ان المسؤولين في نادي الزمالك ومسؤولين في نادي الاهلي على درجة كبيرة من الوعي ومن التفكير بإن إحنا عندنا بطولة أفريقيا في مصر، زائد إن المباراة دي فيها أكثر من لاعب في منتخب مصر، زائد إن إحنا بنعمل تجربة إن الناس ما تتعصبش عشان الجمهور لما يخش في ماتشات أفريقيا. إن شاء الله إن شاء الله إحساسي إن شاء الله هتبقى مباراة كبيرة جدا جدا جدا. نتمناها يا رب ان شاء الله يا كابتن ابو رجيله. يعني كابتن عادل طعيمه اعتقد ان انتوا كنتوا مع بعض كام سنه يا كابتن؟ اخوي عزيز وماشيين في كتف بعض. احنا قعدنا مع بعض في الرياض 6 سنين في بيت بيت واحد. في بيت واحد يعني كنا بنتكلم صح؟ وكابتن نبيل نصير جه زياره وقعد معايا 3 شهور. اتفضل كابتن محمود على طول احنا بنتزور. يا كابتن اتفضل. البيت ده كنت انا ساكن فيه، كنت بصرف على بتوع الاهلي كلهم، كنت باكلهم عندي في البيت فوق. كان الدور التحتاني كله اهلاويه كانوا بيشتغلوا في الحرس الوطني وبعض انديه. اسال كابتننا العزيز كابتن عادل اللي عايز كشري واللي عايز مش عارف النابت. كانت ايام جميله دايما يا كابتن، وهتظل هذه الايام دايما طبعا جميله ما بين الفريقين. والله العظيم ما في مشاكل يا كابتن، اقسم لك بالله ما في مشاكل، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم وتبقى مباراه على اعلى مستوى يا رب ان شاء الله.
نقعد نفكر فيها 100,000 مره ونقعد نتكلم فيها. وخلي بالك الخليج كله مستنى المباراه ديت. مظبوط. ناس كتير النهارده كان في النصر والهلال والناس قاعده تتكلم على ماتش بكره ونفس النتيجه اللي كانت موجوده ده فرق بينه وبينه نفس النتائج بتاعت الزمالك والاهلي. نعم. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم ونعمل مباراه كبيره ونحاول بقدر الامكان ان احنا ما حدش يتعور فينا لان كفايه بقى تعورات وكفايه اصابات عشان منتخبنا وعشان نكمل لسه الموسم كبير يا كابتن لسه الموسم كبير وانت لعيب كبير وعارف ان من المباراه دي مش مباراه حسم لكن مباراه كل الناس بتطلع تقول اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني انا لما ما كنت بلعب والعب ضد ماتش النادي الاهلي كويس لما رحت خطبت مراتي انا كسبت الاهلي انا اتعادلت انا اتعملت يعني بتبقى حاجه يعني فظيعه يا ويلي بقى انا اتغلبت بقى يعني انا ابويا يطردني تاني يوم. ربنا يديك الصحه ودايما تفضل موجود في وسطنا يا كابتن ابو رجيله ودايما بتمتعنا بكلامك. ربنا يبعد على الخير يا رب وربنا يكرمنا وسلامات للتعظيم سلام لحبايبك اللي موجودين معاك. ربنا يخليك يا كابتن انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للنجم الكبير واحد رموز نادي الزمالك النجم الكبير الكابتن محمود ابو رجيله. كلام محترم وهو ده الكلام اللي دايما عايزينه خلال الفتره اللي فاتت. طبعا مثاليه وان احنا ناخد طبعا الكلام ده مش هيحصل لانه الاجيال اتغيرت وحضرتك ادرى ولكن عايزين الحاجه ان كل واحد بس يخليه في مكانه وكل واحد يخليه يعني في نفسه. يعني مثلا نفسي قمه ال 117 تخرج بالاخراج اللي اتعمل في السوبر اللي في الامارات. سلام. بصراحه يعني التنظيم على اعلى مستوى بالنسبه للجمهورين اللعيبه كان عندهم الفير بلاي والروح الرياضيه العاليه جدا بشكل جيد حتى كمان الاداء الفني اللي كان موجود من خلال لقاء القمه اللي كان في الامارات. أيوة. يعني كان بيرتقي بشكل كبير جدا وفعلا كانت رساله للعالم العربي كله ان فعلا ان النهضه الرياضيه موجوده في مصر وموجوده في قمه الفرقتين. نتمنى بقى ان الشكل ده الحضاري اللي ظهر في الامارات احنا مش اقل من دوله الامارات مع احترامنا طبعا لدوله الامارات من الدول الشقيقه العربيه اللي احنا بنحبها ونعتز بيها. يهمنا بكره اسلام ان القمه دي تطلع بهذا الشكل نفس طبعا. الاخراج طبعا. التصوير والاداء والجمهور والنظام والشرطه مع الشعب والتامين وبعدين 90 دقيقه لما بيصفر الحكم كل فرقه بدوافعها كل فرقه عايز تكسب اللقاء وده شرف لكل فريق بكره انه يؤدي ما عنده. نتمنى طبعا النادي الاهلي ان شاء الله بكره التوفيق في هذه المباراه لان احنا يهمنا الدوافع بتاعه لعبتنا ان احنا نكسب هذه المباراه ان شاء الله. طيب هنطلع نشوف تقرير برضو واحد من النجوم الكبيره في النادي الاهلي كابتن شطه هنشوف ذكرياته عن هذه المباراه وهنرجع نتكلم فنيا بقى شويه عن مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك في القمه 117 يوم غدا ان شاء الله طبعا في تمام الساعه 7. هنطلع نشوف الكابتن شطه ونرجع نكمل مع حضراتكم. مباريات الاهلي والزمالك مباريات حقيقه دائما لها وضع خاص بالنسبه للاعبين حتى في نادي الزمالك والنادي الاهلي. اللعيبه بترفع لعيبه بتخليهم يعني سياده ملال اللعيبه وانا منهم. انا حقيقه انا ولدت في مباريات الاهلي والزمالك لما كنت بلعب مع فاروق جعفر وكانت حقيقه مباراه قويه جدا وكانت ميلاد حقيقي ليا لانه الناس يعني عرفتني من خلال هذه المباراه. لكن الحقيقه مباراه الاهلي والزمالك الان مش زي زمان. الان الحقيقه اللعيبه بيلتقوا في المباريات اكثر من 4-5 مرات في السنه. زمان كانت هي مباراتها الحقيقه الدوري ومباراه في الكاس، ما كانش في مباراه افريقيه بالكم والكثافه دي، ما فيش كاس مصر بشكل كاس السوبر، ما فيش كاس سوبر افريقي، فاصبحت الان الحقيقه مباريات كثيره جدا فاللاعب يستطيع من خلال هذه المباريات انه يفرض وجوده مش من اول مباراه. فهي ميلاد حقيقي للاعبين واستمرار كمان للاداء المتميز واللاعب اللي بيثبت وجوده في اهلي الزمالك دائما بيكون له يعني الوضع الخاص وله حقيقه ثقله في النادي الاهلي عموما. يعني 78 الاهلي والزمالك في كاس مصر كسبناهم 4-2 حقيقه كانت مباراه قويه جدا، مباراه هي اصبحت من المباريات التاريخيه
لنادي الاهلي، تعتبر من افضل مباريات اللعبة النادي الاهلي على مر تاريخه. ودي طبعا مباراه هي كانت في كاس مصر، نتيجه انه النادي الاهلي خسر الدوري بهدف اعتباري، وكانت مباراه هي مباراه ثاريه زي ما بيقولوا، مباراه لها مردود خاص، وكسبنا هذه المباراه برغم انه الزمالك كان متقدم علينا 1-0 وبعدين 2-1، استطعنا الحقيقه نحقق المكسب، والناس كلها عارفه تاريخ هذه المباراه. الحقيقه المباراه دي يعني دارت حولها هي امور في الميديا بين الحقيقه بين الجماهير وبين المسؤولين الاداريين او مسؤولين يعني عموما، فيها تراشق بالالفاظ كتير جدا، فيها برضه حقيقه حملات اعلاميه على المالتي ميديا، على الحقيقه على المواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، خلت منها اثاره حقيقيه. يعني انا من الناس الحقيقه بعتبر هذه المباراه من المباريات فيها اثاره نتيجه الحقيقه التعصب الجمهوري والشد الجماهيري. وكمان في حاجه ثانيه، تقارب النقاط، النادي الاهلي بالنسبه له دي مباراه هتكون حقيقيه، هي اساسا مش هتحدد بطل الدوري، ولكن هتحدد ان هو هيبقى بطل الدوري يعني اول يعني في اول المسابقه، لكن لن تحدد من هو البطل، لان الحقيقه لسه في اكثر من 10 او 12 مباراه. النادي الاهلي يجب ان يلعب بحذر شديد جدا، وبعدين لازم اللعيبه تلعب من اجل يعني تحقيق ذاتهم، ان يثبتوا انه النادي الاهلي نادي يعني مر بانتكاسه، لكن وبكبوه مش قالوا الانتكاسه، لان كبوه كانت على فتره بسيطه جدا، استطاع الاهلي يعني يعيد ثاني واستطاع ان يعيد نفسه بشكل قوي، واستطاع انه اللعيبه يعني تعيد لها ثقتها الثانيه، ودي حاجه كانت مهمه جدا. ونادي الاهلي الان عنده اكثر من 20 او 25 لاعب على قدر كبير جدا، اي حد منهم هينزل هيؤدي اداء متاكدين تماما منه. عايزين بس مباراه نظيفه، عايزين مباراه تليق بمكانه النادي الاهلي كبطل القرن وكبطل احرز بطوله الدوري اكثر من 40 مره، فدي طبعا مهمه جدا ان نلعب بالايمج بتاع الاهلي باسم الاهلي من غير ان يكون هناك اي نوع من الخروج عن النص. التحكيم بنعتبره تحكيم جزء من المباراه، يجب ان برضه ان نصاع للحكم وما نضعش الحكم كشماعه، نلعب من اجل المكسب، وان شاء الله الحقيقه النادي الاهلي هيحقق في هذه المباراه نتيجه ايجابيه باذن الله. اهلا بحضراتكم مره اخرى. شجع الاهلي هو ده الفيديو اللي حضراتكم هتعملوه وبعته لنا على صفحتنا على الفيسبوك، شجع النادي الاهلي بكل الطرق اللي حضراتكم عايزين تعملوها، بعته لنا على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي دلوقتي حالا هينزل لكم او بعد شويه هينزل لكم الشكل اللي هنمشي عليه على طول اللي هتبعته لنا اهو امام حضراتكم. بعته لنا فيديوهاتكم وانتم بتشجعوا النادي الاهلي في اي حته بقى، لو حد بيروح البحر في الساعه يروح يقول لنا، المهم ابعتوا لنا فيديوهاتكم وقولوا لنا او شجعوا النادي الاهلي من خلال هذه الفيديوهات، واحنا هنختار 5 فيديوهات، كل فيديو هيبقى فائز بتذكرتين لمباراه النادي الاهلي ضد نادي سان داونز. اذا 10 تذاكر من اداره القناه لافضل 5 فيديوهات، كل فيديو هياخد تذكرتين هديه لمباراة القادمة للنادي الأهلي الإفريقية القادمة للنادي الأهلي أمام سان داونز. ابعتوا لنا فيديوهاتكم على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي. كابتن عادل، عايزين بقى نتكلم فنيا شوية عن هذه المباراة، من وجهة نظرك بشكل عام كيف ترى هذه المباراة في ظل أن نادي الزمالك هذا الموسم في وضع أفضل، جمهوره عنده ثقة أكبر في اللاعبين اللي موجودين في نادي الزمالك دلوقتي، عمل انتدابات قوية جدا مع بداية الموسم، ماشي بشكل متميز من بداية الموسم. النادي الأهلي حصلت هزة في البداية من خروجه من النهائي الأفريقي ومن البطولة العربية بعد كده، ولكن بداية من شهر يناير الأمور اتغيرت تماما الحقيقة. شايف إزاي الماتش بكرة؟
في ظل هذه الامور. عايز اقفل الجزئيه اللي فاتت بتاعت الكابتن ابو رجيله ان اتحاد الكوره بعتنا انا وحسن شحاته البرازيل، قعدنا شهر ونص مع بعض في غرفه واحده، رحنا اسبانيا انجلترا وقعدنا في البرازيل حوالي شهر تكريما من اتحاد الكوره لينا. وتخيل بقى يعني مدى الارتباط اللي بيننا وبين طبعا مرحوم طه بصري وكابتن احمد رفعت، طبعا ناس يعني الحقيقه في منتهى الادب ومنتهى الذوق ومنتهى الانسانيه. بالنسبه لماتش بكره انا هتكلم على الفريق المنافس. ده كده نشرح الفرقه بالمعنى الدارج بالنسبه لاي مدير فني. نادي الزمالك بيعتمد على الاطراف بشكل عام، بس عبد الله شوف بعد كده نخش خالص عبد الله والنقاز، وبعدين بيعتمد على فرجاني ساسي واوباما وكهربا. دي العناصر اللي العناصر دي لما بتبقى كويسه نادي الزمالك ممكن يبقى في حاله طيبه. بيعتمدوا على الكرات الثابته من خلال محمود علاء، نعم، ومن خلال فرجاني ساسي خاصه في الكورنر او في الفاولات اللي هي في تلت الملعب او في نص الملعب. نعم. مفيش شك انه المعلومات ديت لاسارتي اكيد عارفها وشاف ماتشات كتيره لنادي الزمالك لان دي اول مباراه للاسارتي مع نادي الزمالك. وبالتالي هو قاري كويس قوي الفريق نادي الزمالك وعارف نقاط القوه ونقاط الضعف اللي موجوده. وبالتالي برضو احنا بنذكر لجمهورنا، هو طبعا الراجل في المعسكر بتاعه وهو اقدر مننا كلنا، انه عايز اقول لك يا كابتن بالمناسبه وحضرتك بتتكلم كده حالا دلوقتي كان احد الاصدقاء موجود في معسكر المباراه، وزي ما قال زميلنا كريم احمد ان الفريقين نازلين في نفس الاوتيل دلوقتي، هم نازلين خلصوا كل واحد بقى عنده حاجه فنيه الظاهر كان المدرب بيتكلم معاهم فيها سواء هنا وهنا. علي معلول وفرجاني وحمدي الثلاثه قاعدين مع بعض قبله يعني، وقاعدين مع بعض في الريسبشن يعني برضو ده، وبكره المباراه يعني سلموا طبعا على بعض وقاعدين مع بعض وهم لسه راجعين من منتخب تونس. ده اللي بيقول يعني لنا برضو بالمناسبه يعني واحنا بنتكلم يعني بيرجعنا ان كره القدم في العالم كله اتعملت علشان امتاع الناس، الناس بالزبط. تستمتع، انت بتروح في كاس العالم 32 فريق، فريق واحد بس اللي بياخد كاس العالم، وبقيه الفرق بترجع بلدها وتلاقي الاعلام وتلاقي الاستقبال، لان الغرض من كره القدم هي المتعه، في تنافس وانا عايز فرقتي تكسب، لكن من طبعا خلال المتعه بالنسبه للناس. احنا قلنا الاطراف، قلنا فرجاني ساسي بيمثل عنصر مهم مفروض ان يبقى في رقابه عليه، في كهربا واوباما الاثنين في نوع من الانسجام بينهم في العمق، وبالتالي منطقه العمق بالنسبه للنادي الاهلي محتاجه يبقى فيها نوع من انواع الارتفاع الدفاع الجيد، ثم محمود علاء وفرجاني ساسي بالكرات الثابته. ده باختصار. طبعا في نقطتين مهمين جدا لازم نقولهم. نمره واحد، اللقاءات بتاعه النادي الاهلي على مدى تاريخه مع نادي الزمالك بتلاقي لعيبه النادي الاهلي هم نازلين المباراه بتلاقي فيه ثقه وفيه هدوء غير طبيعي، عارفين انه المباراه 90 دقيقه، وبالتالي من بدايه المباراه الى نهايتها بتلاقي الجانب الدفاعي والجانب الهجومي بيتادوا على اكمل وجه، في سرعه ارتداد، في ثقه في الاداء، في متعه في الاداء، بتمتع جمهورك من خلال الجمل اللي المدرب بيديها لك. مفيش شك. النقطة الثانية واللي أنا أرجو إن احنا ناخد بالنا منها، احتمال يبقى فيه نوع من الـ الـ العنف شوية من في الالتحامات، ودي وردة عند بعض اللاعبين أعتقد إنها هتبقى لاعبين من نادي الزمالك مثلا؟ يعني في طريق هو دي طريق لعبه، في طريق لعبه ممكن جدا يعني يبقى في شويه اثاره شويه، مش عايز انا في فرقتنا انها يعني يبقى فيها تتجاوب مع هذه الاثاره، لانك انت المباراه دي بالنسبه لهم بالنسبه لنادي الزمالك مهمه جدا زي ما هي مهمه بالنسبه لنا، لكن الجدول بيقول ان الدوري هينحسم ان شاء الله في اخر مباراتين ثلاثه، هيكون ال 12 مباراه اللي باقيين. مش عارف هيخلص امتى اساسا. 12 مباراة لسه. يعني دوري 12 مباراة لسه وكلها ماتشات هتبقى متعاقبة 3 ايام ومباراة،
الى جانب امم افريقيا، وبالتالي مفيش شك ان لعيبه الاهلي في صعود، والجانب البدني والجانب النفسي المدرب بيأديه على اعلى مستوى الحقيقه، بيراعي جدا شعور اللاعب، حتى لما بتلاقي الكاميرا بتيجي عليه وفي لاعب اخطا او لاعب اضاع فرصه، عمره ما بينفعل ويعني يبقى يعني بيزعل ان اللاعب اضاع الفرصه او الى اخره، ودي طبعا بتنعكس على اللاعب انه المدرب بتاعه بيحترمه بيحبه، وحتى لما بيخطا بيبقى عارف انه خطأه غير مقصود. وبالتالي انا اللي انا بتمناه ان شاء الله من ولادنا بكره ان شاء الله مفيش استفزاز، في نوع من انواع الجمل السريعه، اللمسه واللعبه، التحركات في الملعب، الجمل اللي لاسارتي من ساعه ما جه الى جانب الجمل اللي كان المديرين الفنيين اللي قبل كده، كان بيبقى فيه نوع من انواع التحفيز بالنسبه للاعبتنا، اللمسه واللعبه، رمضان مع معلول، ايجاييه مع معلول، الجانب الاخر هاني او فتحي اعتقد ان هيبقى ليه دور مهم جدا بكره، وده ممكن يبقى المدير الفني من ضمن الحاجات المفاجآت اللي ممكن يدفع بيها سواء باك رايت او في خط الوسط. مفيش شك انه لاسارتي الماتشات الاخرانيه الولاد ابتدوا يحملوا جمل وجمل متفق عليها، والدليل على كده لو نراجع الاهداف اللي النادي الاهلي جابها في الفتره الاخرانيه الحقيقه كلها جمل ملعوبه، ما هياش عشوائيه من ضربه ثابته او خلافه. تمام. كابتن فتحي برضو عايز اسال بالمناسبه كابتن وحضرتك معانا، انا عايز اسال هل تفرق ان دي اول مره مارتن لاسارتي يكون مدير فني للنادي الاهلي في اول مباراه اهلي وزمالك، والناحيه الثانيه كريستيان جروس برضو نفس الكلام، هل تفرق ولا ما تفرقش؟ لا يعني فنيا يعني كمدير بالنسبه فني. للمدربين الكبار اللي هم عندهم ثقه هي بتعتبر مباراه، بس طبعا هو ارى كويس قوي فرقه نادي الزمالك، ونادي الزمالك حافظ فرقه النادي الاهلي كتاب مفتوح. احنا مش هنتطرق لاسماء ولا هتطرق مين ال 11 اللي هيلعبوا. انا بتكلم الاول يا كابتن، هل المدير الفني تفرق؟ انا هقول فالمدير الفني هو شاف الفرقه دي، هو مش اول مره يفاجئ بيها، هو ممكن يفاجئ بالفرق الافريقيه لكن ما يفاجئش فريق مصري لعب قدامه مثلا 10 15 ماتش. نعم. اكيد شافه مليون في الميه فحافظه، فطالما وبعدين ده مدرب كبير مش مدرب صغير، فعارف بيتعامل ازاي مع الفرق يعني دي. ما تفرقش؟ لا 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 مش هتفرق ولا مع ده ولا هتفرق حاجه. وبعدين في نقطه كابتن اسلام، الفرق دي ماتشات اهلي وزمالك مهما كان مستوى الفرق قبل المباراه مش هي المقياس نتيجه المباراه، لان ساعات كتير أو فرقه بتبقى هي طالع وفي الصاعد وهي اللي بتعمل كل حاجه ومكسره الدنيا، تيجي في ماتش الاهلي والزمالك دي لها ظروف خاصه، دي لها طبيعه خاصه، دي لها نبض خاص، دي لها درجه خاصه، مش اي حد، مش يعني اللعيبه الجداد هي ممكن تفرق بقى ايه مع اللعيبه الجداد بس مش مع المدرب. يعني لما تقول لي لعيب اول مره يلعب اهلي وزمالك اقول لك اه تفرق معاه لان اول مره يلعب اهلي وزمالك، لكن لعيب لعب كتير اهلي وزمالك فخلاص تأقلم وبقى حافظ وبقى عارف الطريق فين وعارف ايه الظروف وعارف الكلام ده كله. وكمان في حاجه يعني هتساعد اللاعبين انهم يأدوا، خصوصا اللعيبه اللي ما لعبوش اهلي وزمالك قبل كده، مفيش جمهور، فطالما مفيش جمهور يعني حضرتك شايف ان ده هيبقى عامل ايجابي عدم وجود الجمهور؟ مفيش جمهور هيبقى ايجابي للاعب اللي هو ما لعبش اهلي وزمالك قبل كده. هيعتبر بقى قدامه الزمالك خضه الجمهور وتشجيع الجمهور، سواء جمهوره بيشجعه حاجه مختلفه او بيحفز حاجه ثانيه خالص، فهيلاقي الامور عاديه يعني ما كانه بيلعب تقسيمه يعني. فالامور مش هتبقى للدرجه اللي احنا بنفكر فيها، لكن هي كمدربين اولا لن يتاثروا، مش هيتاثروا بالمباراه لانهم عارفين ودارسين. هو ايه المدرب؟ المدرب نمره واحد يكون حافظ فرقته كويس قوي وعارف امكانياتها، ثم حافظ الفرقه اللي قدامه وعارف امكانياتها وازاي يستغل نقط الضعف في الفرقه اللي قدامه، وازاي يوقف نقط القوه في الفرقه اللي قدامه من خلال لاعبته بطريقه لعبه والواجبات اللي بيديها. هي دي فرقه عن فرقه هتلاقيها تفرق، لكن لما ده بالنسبه للمدربين، بالنسبه للاعبين ما حدش يقول والله ده اللعيبه
ما لعبوش كتير اهلي والزمالك، هم ما لعبوش لو في جمهور هيتاثروا بيهم، هو ما فيش جمهور. طيب هتقول لي هيتاثر رهبه المباراه نفسها حتى بين اللاعبين ما تفرقش، هتبقى رهبه بس مش محسوسه زي الجمهور. انت لعبت اسلام وكنت في الملعب، بس كان في جمهور صراحه، شفت شفت الجمهور كان بيعمل فيك ايه طبعا. يعني بيحركك ازاي؟ ده انا اول واحد كانت بتيجي عليا طيب الرصاصه على طول. لا يعني هو مش واحد بالخط، هو مش مقصود حد يضربه ويقول له رصاصه، لا يعني طبعا التشجيع التشجيع اللي هو بيخش تحفيز بيصل والتحفيز والدوافع من الجمهور. فانا لما العب ضد جمهور كبير قوي والعب مع جمهور بتاعي، لان الزمالك له جمهور مش مالوش طبعا، والاهلي له جمهور. طب لو الاثنين دول موجودين في الملعب، صوت الجمهور سواء معايا او ضدي في الاثنين بيعملوا ضغط نفسي وضغط عصبي عليا. فطالما الجهاز العصبي اتاثر هتلاقي الجهاز العضلي يتاثر، هتلاقي ادائك في الملعب، مهاراتك الخضه، كل الكلام ده مش هنلاقيه بكره، لان اصلا الفيلم مش كامل. يعني الفيلم مش كامل، بس اهم عامل فيه اهم ممثل حاجه في كره القدم اكسجين الحياه، اكسجين كره القدم هو جمهورها. طب انت ما في 30 واحد يعني وايه في استاد برج العرب ده قاعدين فوق بينهم وبين تحت، لا يعني مش عبانه مش عبانه ولا حد، هتلاقي اكنك بتلعب فين. فهي هترجع بقى لايه؟ الاعداد النفسي لهذه المباراه من خلال اثنين مديرين فنيين والأجهزة الإدارية، هم اللي هيأثروا على أداء الفرقة بقى في الحالة دي. مش لأن لا مهارة هتقدر تزيد ولا لياقة هتقدر تزيد. الواجبات الخطية دي هتطبق، ممكن تطبق، بس يكون إن أنا معد نفسيا كويس، لأن زي ما أكون إيه رميت 22 لعيب في وسط الملعب في الدنيا فاضية حواليهم. برضه الدافع الخارجي او العوامل الخارجيه المؤثره على اللعيبه اللي بتخلي اللعيب ده يطلع او ينزل مش هتلاقيها موجوده. تمام. وبالتالي يعني انا شايف ان الشكل العام ان شاء الله باذن الله تطلع المباراه كويسه. اما بنتكلم بقى على حته الجمهور، انا عايز مع احترامي يعني لكل الاخوه وكل الزملاء وكل من يتكلم في كره القدم سواء في الاذاعه او في التلفزيون او في اي مكان، كل واحد يخص فرقته. اتكلم انا، بنتكلم هنا في النادي الاهلي، هنتكلم عن النادي الاهلي. لا من حقنا برضه نتكلم عن الامور الفنيه لنادي الزمالك يعني، لكن مالناش علاقه باللي بيحصل يعني احنا ما اتكلمناش عن المشاكل اللي حصلت في الفتره اللي فاتت ولا ليه دعوه. انا قصدي كده، انا انت بتتكلم في كوره، انا مش بالظبط مش قصدي كره القدم، اتكلم زي ما انت عايز. هو لازم اتكلم وانا هلاعب نفسي، اصل انا ساعات بننتقد النادي الاهلي. لا لا لا، اصل انا مش هلاعب نفسي. لا يعني انا بقصد ان حضرتك مش ساعات بتنتقد اداء النادي الاهلي في بعض الاوقات، طبيعي يعني. احنا مش هنلاعب نفسنا، فانا هتكلم عن نفسي بس، اقول لك انا مش هتكلم على الفرقه الثانيه وانت هتلاعب مين بالظبط، ما لازم هتلاعب فرقه ثانيه. لكن انا بتكلم على كل ما يخص خارج الملعب لاي فرقه، احنا مالناش دخل بيه، كل واحد يتكلم عن نفسه بالظبط كده، كل واحد يحل مشاكله، كل واحد يشوف نفسه. الاهلي عنده مشاكل ممكن، مداري عليه مداري خلاص ده حقه، نادي الزمالك عنده، بس مش عايزين ندخل، لان احنا لما بندخل الحاجات دي بينضاف عليها الجمهور والسوشيال ميديا والكلام ده، بتكبر العمليه على ما فيش، واصلا هو ما فيش، لكن الناس فاضيه عماله بس تتراشق وبتفرح انها بتطلع لان ما عندوش حاجه. انا اوعدك يا كابتن ان احنا لن نتدخل في اي شيء، واحنا الفتره القادمه لن نفعل شيء غير ان احنا كوره كوره نتكلم كوره كوره ونتكلم في كذا ملعب الاهلي. حضرتك ده اسلوبنا من زمان يعني، لما بنيجي نتكلم او لما بنيجي حتى ننقد اي شيء بنقول، لكن احنا عندنا عارفين مشاكل كتيره جدا حصلت واتقالت في كل البرامج وفي كل حته وفي كل حته، احنا ولا هنجيب سيرتها ولا هنتكلم عنها، رغم ان انا واحد من الناس اللي اعرف الحقيقه كامله. خلي بالك، ويبقى ممكن ابقى عندي سبق ان انا اطلع اتكلم واقول لا انت مش طبيعي، لكن انا ما بتكلمش في هذا الموضوع لانه دي حاجه انا عايز النادي الاهلي بكره يكسب بصراحه. اتمنى ازاي يكسب؟ ازاي؟ من خلال الملعب ومن خلال ال 11 لعيب اللي موجودين ومن خلال التغييرات ومن خلال الجمهور اللي موجود. اهم حاجه عشان اختم بيها، اهم حاجه تحكيم، رغم ان انا ما انا سايب التحكيم ده بيني وبينك لبكره بقى الكابتن سيد، وانت شكلك قلقان انت كمان. لان التحكيم انا الحكم يعني علاقتي بالاتحاد الدولي وعلاقتي بالاتحاد الافريقي وعلاقتي بكره القدم في الحكام، هذا مستوى الحكم ما كنتش اتمنى حكم زي ده هو اللي يدير مباراه يعني في مستوى الاثنين، فريق اهلي او زمالك، اثنين مدربين، مجموعة اللعيبة المستوى العالي ده، احنا مستواهم عالي جدا دلوقتي. طيب بما انك بتتكلم عن الحكم، قول لي رأيك ليه؟ ليه حضرتك بتقول كده؟ نمرة واحد، حكم أولا بدأ 26 سنة
يعني بقى ما لعبش كتير، فخبراته الميدانيه مش كتيره غير في التحكيم. هو دلوقتي عنده 35 سنه الحكم ده، ف 35 سنه لسه حكم صغير، يعني الخبرات اللي هي مش كتيره دي هيقدر بتخليه دايما متسرع في قراراته. قرارات الانذارات وقرارات القروض، افتكروا بكره قرارات الانذارات وقرارات القروض وقرارات الضربات الحره المباشره داخل او خارج المنطقه. انا بقول انا قلت الحاجات دي وبكره احنا هنتفرج ليه، لانه هو حكم لسه صغير ينضج بعد مش خبره. وبعدين بالنسبه لهم هناك في رومانيا طبعا هم مستويات في A وفي B، ده دولت الاعلى كاتيجوري بالنسبه لA وB. بعدين بالنسبه للويفا الاتحاد الاوروبي هو لا A ولا B، مش في ده ولا ده، يعني مش في الاتحاد الاوروبي على المستوى العالي. لسه عامل مباراه ايسلندا وفرنسا اعتقد، يعني فرقه صغيره وفرقه كبيره يعني. ايسلندا مع بطل العالم يعني. بطل العالم ماشي، ما انت لما يعني زي ما تقول الاهلي او الزمالك بيلعبوا فرقه. ايسلندا مش كسبت الارجنتين كاس العالم؟ كاس العالم مش فرقه قليله يعني؟ لا هو يعني كان بيتكلم على ان هي التصنيف تاني او تالت، يعني مش التصنيف. هو انت لما تلعب لبطل العالم برضه مش حاجه قليله طبعا، بس هي تصنيف يعني انا فاهم، لكن هي تصنيفها في الاتحاد اللي هنجيبه لحضرتك حالا في الاتحاد الافريقي في الاتحاد ما في التصنيف اول وفي تصنيف تاني وفي تصنيف تاني. لما تصنيف اول لو كلامك لو كلامك مظبوط هيبقى في صالح النادي الاهلي. ليه؟ لان اولادنا ما فيش عندهم حتة الالتحامات اللي فيها عنف والحاجات دي. انا بتكلم صح كابتن ماهر ولا ايه؟ أنا اعتقد انه يعني في اكتر من لاعب في نادي الزمالك دي طبيعه عنف. دي طبيعه ادائهم حتى النقاص مع تونس نجاح المباراه نجاح المباراه. احنا اتكلمنا هتبقى في صالحنا، هتبقى في صالح اتكلمنا على اثنين مدربين الله يا رب. انا اتمنى يعني اتمنى الكلام اللي بقوله ده ما لاقوهوش بكره، يعني ما اقولش ان يبقى في نصر ليا ان انا قلت ان هذا الحكم. لا طبعا عمر حاج بتقول ودايما يعني بنستنى نشوف اللي هيحصل بكره. ايوه ننتظر بكره وان غدا لناظره قريب. حضرتك برضو من الناس اللي علامات استفهام بالنسبه لك عن الحكم. بالنسبه للحكم يعني تمام حضرتك كابتن عادل شايف لا ان هو حكم كويس ولا لا؟ لا في كلمه بس عشان انا هروح للكابتن ماهر دلوقتي. نمره واحد ونمره اثنين ونمره 10، الراجل ده عارف ان المباراه دي العالم العربي كله بيتفرج عليه وعارف ان الكاف وعارف ان الدنيا كلها بتتفرج عليه. ما اعتقدش انه هيجي ويجازف بسمعته انه هيعمل حاجه مش قانونيه. صعب جدا وهو بيلعب حكم اوروبي. ما اعتقدش ان هو ممكن هو يجي مع فرقه ضد فرقه. تمام اذا هو من النوع اللي هو كابتن ما بيتكلمش في كده، كابتن بيتكلم اعتقد في الكفاءه صح يا كابتن؟ انا ما بتكلمش انه مش هيجامل فريق على فريق ولن يجامل. هو معنى هيضحي باسمه ان هيجامل فرقه عن فرقه، هو ما بيجاملش، هي امكانياته كده. هيبقى عنده اذا كان عنده اخطاء، الاخطاء بتبقى وارده في كره القدم طالما مش متعمده. ربنا يستر. لكن انا بقول ان شاء الله هي متعمده ولا مش متعمده دي هنعرفها ازاي بقى. ربنا يستر. ربنا يستر ان شاء الله ونشوف بكره الحكم هيعمل ايه. يا كابتن ماهر عايز تقول ايه يا كابتن عادل سريع؟ بقول انه النادي الاهلي بيكسب على مدى تاريخه، سواء حكم جه ظلمه او ما ظلموش بيكسب، وعنده 40 دوري عام، فال 40 دوري عام دول يعني حاجه مش قليله طبعا. ونادي بيلعب وعلى مدى تاريخه برشلونه وريال مدريد بينافسوك، كانوا بينافسوك لفتره قريبه على النادي اللي هو الاكثر حصولا على البطولات، فدي طبعا حاجه ما هياش قليله. خدها سواء بتحكيم كان ظالم او تحكيم ما كانش موفق، بلاش نقول ظالم. فانا بشوف ان المباراه هتبقى جيده جدا بالنسبه للحكم يا رب ان شاء الله، واتمناها كده ان شاء الله. واللعيبه كمان تساعده والاجهزه الفنيه تساعده. تمام كابتن ماهر كيف ترى المباراه؟ بص اسلام احنا بوجه عام طبعا. لو هنبص كده على الجهازين، يعني الجهاز الفني للنادي الاهلي في مشواره، لاسارتي لعب 10 مباريات في بطوله الدوري، خسر مباراه واحده اللي هي قدام بيراميدز وحقق 9 انتصارات. في البطوله الافريقيه كمان قدر ان هو من خلال 6 مباريات يفوز 3 ويمكن خسر مباراتين وتعادل مباراه واحده، ونجح في قياده الفريق للتاهل الى مباراه سان داونز المباراه القادمه. هتلاقي جروس بردك في نفس الوقت تولى يمكن اكتر من لاسارتي، جه قبليه بفتره 22 مباراه، نجح في 16 مباراه وتعادل في 5 وخسر في مباراه واحده امام النجوم. بدا في المشوار الافريقي يمكن لعب 10 مباريات افريقيه،
فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر في مباراتين، ونجح بقى انه يوصل فريق نادي الزمالك للبطوله الافريقيه في مقابله حاسنيه اغادير المغربي. عايز اقول لك ان الاثنين المدربين بكره عندهم درايه بشكل كبير جدا من ناحيه كل واحد شايف الفرقه فنيا بشكل جيد. يمكن لاسارتي اختار التشكيله او هيختار التشكيله اللي فيها الثبات اللي هو عودنا عليها من خلال الفتره الماضيه. سؤال معايا هنا، في احتمال يبقى في مفاجاه. المفاجاه بقى اسلام في الخبرات اللي هو يمكن اخر مؤتمر اتكلم فيه، قال لك ان انا محتاج خبرات ادعم بيها الصفوف الثلاثه، الخبرات دي هتفيدني بشكل كبير جدا. نتمنى الخبرات دي تبقى موجوده في احمد فتحي في نص الملعب، ان احمد فتحي من اللعيبه اللي يقدروا يعملوا توازن بشكل كبير. الثبات التشكيل لسارتي معظمه مبني على الشناوي محمد هاني وسعد سمير وايمن اشرف ومعلول، معلول برضك بيعتبر من الخبرات اللي بيعتمد عليها لسارتي خلال الفترة الماضية في خط الظهر. السلية واحمد فتحي دول بيعتبروا قوة ضاربة في نص الملعب وفيها خبرات زي احمد فتحي. عندنا رمضان صبحي وناصر ماهر واجيه ومروان محسن بردك من ضمن الحاجات اللي بيعتمد عليها مستر لاسارتي بشكل كبير الفترة الماضية. الناحية التانية هنبص هنلاقي ان 7 لعيبة من نادي الزمالك يمكن اول مرة بيشاركوا في قمة 117 اهل الزمالك. هنلاقي تشكيلة الزمالك يمكن بيعتمد بصفة اساسية على جنش، حمدي النقاز وعبد الله والونش ومحمود علاء، فرجاني ساسي وطارق حامد، كهربا وبابا وابراهيم حسن وعمر السعيد. هتلاقي هنا اسلام يمكن عناصر اول مره تشارك لنادي الزمالك في مباراه القمه، حمدي النقاز اول مره بيشارك، محمود علاء اول مره بيشارك، الونش اول مره بيشارك، عبد الله اول مره بيشارك، فرجاني ساسي اول مره بيشارك، ابراهيم حسن او زيزو وعمر السعيد اول مره بيشاركوا. واخد بالك؟ فدي يمكن الدفه لصالح النادي الاهلي في حته الاتزان، حته الثبات، حته الخبرات اللي اتكلم عليها لاسارتي. المباريات ديت محتاجه يبقى عندك توازن في الخبرات، عندك دم جديد من ناحيه المجهود المبذول، عندك بعض الناشئين اللي بتدفع بيهم زي ناصر ماهر اللي بيعمل لك فارق بشكل كبير. مهم جدا اللي هينفذ تعليمات المدير الفني، مهم جدا اللي هيدافع كويس. كمان اتكلموا على الدفاع من قدام، ال 11 لعيب بيدافع من الخط الامامي، الدفاع للنادي الاهلي. وانا عارف ان النادي الاهلي عنده الصفات دي، النادي الاهلي عنده الشخصيه اللي يبدا يظهرها في مباراه القمه بهذا الشكل. النادي الاهلي عنده من التكتيك اللي بيلعب بيه منظم من خلال الاطراف، من خلال العمق، من خلال الكرات الثابته. دوافع النادي الاهلي للمكسب يا اسلام موجوده في معظم لعيبه النادي الاهلي. مهم جدا ان المباراه ديت ان احنا يبقى عندنا دوافع للمكسب. 3 نقاط يفرقوا معانا. طول عمرنا النادي الاهلي عارف طريقه فين، طول عمرنا النادي الاهلي بيدور على بطوله الدوري، بيدور على الدرع طول عمر النادي الاهلي. من خلال المباراه دي انا شايف ان شاء الله بكره باذن الله واداء اللعيبه والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى معاهم، جمهور النادي الاهلي هيساندهم ان شاء الله باذن الله. نفرح بعد المباراه ونبارك لبعض على فوز النادي الاهلي يا رب ان شاء الله بكره تبقى حاجه. بس بعد اذنك بالنسبه للمفاجاه اللي انت كله بيتكلم عليها، لا دي مش احنا، يعني هو الراجل هو قال ايوه قد يجوز هي المفاجاه مش في اختيار لاعبين، مش في ال 11، الاختيار في اسلوب لعبه او في طريقه لعبه او في خطه اداء الفرقه في الملعب. هي دي قد تكون المفاجاه هنا، مش المفاجاه في ان انا هلاعب لاعب على لاعب. لا المفاجاه انت عارف انا وجهه نظري قد تكون ايه؟ يعني ان لا يوجد مفاجاه، لا ان في مفاجاه. هو والله لا هو انا هقول لك المفاجاه في مباراه الاهلي والزمالك مولد نجم جديد بالظبط كده، دي المفاجاه. فممكن نادي الزمالك عنده زيزو لعيب مميز، اسلوب لعب جيرالدو بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن ناصر ماهر يبقى مفاجاه المباراه بكره ومولد نجم جديد. يعني لا يعني من وجهه نظري المتواضعه ان هو هيعمل حاجه في تحفيز اللعيبه في الملعب، هي دي اللي هتكون مفاجاه، لان كل اللعيبه بالظبط يعني كل الناس شايفه اللعيبه، كل الناس عارفه اللعيبه يعني، فهو هيعمل حاجه معينه. هي دي المفاجاه بالنسبه، هي المفاجات بالنسبه لكل واحد فينا مختلفه. ممكن تبقى حضرتك بالنسبه لك مختلفه، بالنسبه للكابتن ماهر، بالنسبه للجمهور. تخيل بقى 70 80 مليون اهلاوي بالنسبه لهم كل حاجه كل واحد عنده توقع. بس في نقطه مهمه يا كابتن اسلام، كباتن كلكم، يعني الدكه بتاعت النادي الاهلي ما شاء الله تقيله قوي، تقيله. انت عندك فرد واحد يلعب زي مروان او ازارو، عندك 2 بدلاء صلاح محسن، عندك حسام عاشور، عندك السليه ورمضان صبحي وحسين الشحات،
وعندك صالح جمعة وجيرالدو وعندك أجاييه. فالدكة الناس اللي هتلعب الدكة برة اللي صارتي ممكن يلعب زي ما هو عايز، بس هو الراجل من ساعة ما جه وده اللي بيخليني يلعب بشكل ببقى سعيد قوي يا كابتن إسلام، ببقى سعيد قوي إن الراجل وانت بتتفرج على المباراة تحس إن واحد بيعمل لك معزوفة موسيقية وبعدين بيروح داخل من المعزوفة دي لمعزوفة تانية وانت بسلاسة وسهولة من غير ما تشعر ان في حاجة اتغيرت. بيلعب 4-2-3-1 وبعدين توصل تلاقيه المباراة اللي بعديها بيلعب 4-3-3. شفناها اكتر من مباراة سواء في الدوري المحلي او سواء في افريقيا. فالتغييرات دي مش سهلة ابدا ان حد بيعملها في الوقت القصير ده. بكرة هو عامل سيناريو للمباراة ديت وعارف هيبدأ بمين وبعد نص ساعة هيعمل ايه والشوط الثاني هيعمل ايه واخر تلت ساعة واخر ربع ساعة هيدفع بمين، هو متخيل طبعا مع الجهاز المعاون بتاعه حاطط سيناريو للمباراة ديت وعارف بداية المباراة يبقى فيها الضغط اللي من قدام ثم المرتدة السريعة ثم امتى في الاخر يدفع بعناصر لو النتيجة ان شاء الله الاهلي كسبان 1 أو 2 يدفع بعنصر سريع بحيث ان جيرالدو مثلا يلعبه اخر تلت ساعه بحيث ان هو يعمل المرتده السريعه من ورا عبد الله جمعه. يعني السيناريو ده محدش هيفهمه الا لاسارتي لانه عنده الخامه اللي هو هيشتغل بيها وعارف يعني ايه ان انا عايز بطوله دوري والنادي الاهلي متعاقد معاه علشان بطوله دوري كاس مصر بطوله افريقيا. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى انا هيمتعنا بالتشكيل بتاعه وبالتغييرات اللي هو بيعملها زي ما عودنا في الفتره اللي فاتت. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا بشكر حضراتكم جدا، انا بشكرك جدا يا كابتن عادل، بشكرك جدا يا كابتن فتحي، بشكرك جدا يا كابتن ماهر. ان شاء الله نتصل بحضراتكم بكره على الهواء كلنا ونبارك لكم ان شاء الله في مباراه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. استطيع ان شاء الله بكره النادي الاهلي لو فاز بهذه المباراه ان شاء الله ان يتصدر جدول الدوري الممتاز. وحضراتكم عارفين يعني ايه النادي الاهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز. عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن ابرز المواجهات او تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ونستقبل ضيوفنا في الجزء الاخير من هذه الحلقه. النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن احمد بلال بعد تاريخ مواجهات النادي الاهلي ونادي الزمالك.